في فيديو سابق لينا شرحنا بالتفصيل مسألة حالات التصالح على مخالفات البناء، وتقدر تشوفه تاني في الصفحة. دلوقتي بقى هنركز مع حضراتكم على مسألة مهمة جدا، هو ايه المبلغ اللي هتدفعه لو جيت تتصالح على مخالفات البناء. بانكير نبض البنوك. بص يا فندم، في المادة 9 من تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء واللي بيتناقش مجلس النواب، تم تحديد كلفة التصالح على أي مخالفة بناء، والمشروع قالك في المادة 9 إن السلطة المختصة ليها الحق في تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، يعني حسب المنطقة والمعمار اللي بنيته مخالف هيتم تحديد السعر. بس التصالح هيتم بشرط ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد عن 2500 جنيه، وكمان هيتم استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ إخطار المقدم طلب التصالح بموافقة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز إلا 20% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري لمقابل التصالح. وعشان محدش يتعرض لك بأي شكل لما تيجي تقدم على التصالح، فالقانون أكد إنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة بتفيد تقدمه بالتصالح، وفي رقم وتاريخ والمساندات المرفقة بالطلب. ولازم عشان تتصالح يكون مرفق في الورق اللي هتتقدم بيه للجهة المعنية للتصالح تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وده عشان يتم التأكد من إنشائية المبنى المخالف. خلي بالك، في لجنة تتشكل للنظر في التصالحات المتقدمة من المواطنين، واللجنة دي دورها إنها تحسم أمر التصالح خلال مدة قدرها 3 أشهر، ويتم اختيار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير نبض البنوك.